بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لهذا اليوم هو مفهوم التفاعل الكيميائي من الوحدة الثالثة. سأكون في نهاية هذا الدرس قادرا على أن أتعلم مجموعة من المفاهيم المهمة. أولا أن أفسر التفاعل الكيميائي، ومن ثم أبين التفاعل الكيميائي، وبعد ذلك أصنف أنواع المختلفة من التفاعلات الكيميائية. نقرأ ونتعلم. الفكرة الرئيسية من هذا الدرس أن التفاعل الكيميائي تغير في ترتيب ارتباط ذرات المواد المتفاعلة نتيجة تكسر الروابط بين ذراتها. بينا في الدرس السابق في العناصر والمركبات بأن الروابط الكيميائية هي قوة تربط الذرات معا، إن كانت هذه الذرات متشابهة أو إن كانت الذرات مختلفة. إذ ما حدث تكسير هذه الروابط فإنه ينتج عنه تغير في ترتيب ارتباط هذه الذرات، وبالتالي تتكون عملية التفاعل الكيميائي، وينتج عن هذا التكسير مواد، أو ينتج عنها تغيير في ترتيب مواد جديد، أي أنه ينتج مواد جديدة تختلف عن المواد المتفاعلة من حيث صفاتها وخواصها، وهناك أنواع مختلفة من التفاعلات. إذن التفاعل الكيميائي هو تغيير في ترتيب ارتباط ذرات المواد المتفاعلة نتيجة ماذا؟ نتيجة تكسر الروابط بين ذراتها، وينتج عن هذا التغيير الناتج عن تكسير الروابط إنتاج مواد جديدة تختلف عن المواد الأولية الداخلة في التفاعل من حيث صفاتها وخواصها. ما التفاعل الكيميائي؟ ماذا نقصد بالتفاعل الكيميائي؟ عندما أستخدم السكر لتغيير طعم الشاي، فإنني أكون مخلوطا متجانسا، يعتبر هذا التغيير تغيرا فيزيائيا. تعلمنا سابقا بأن هناك نوعين من التغيرات الكيميائية، هنا تغير فيزيائي وهنا تغير كيميائي. التغير الفيزيائي يسمى، أو مثال عنه هو المخاليط. عندما أستخدم سكر حتى أغير طعم الشاي، أضيف السكر إلى الشاي، هذا يعتبر تغيرا فيزيائيا لأنه كون مخلوطا متجانسا. لماذا؟ لأنه لا ينتج عنه مواد جديدة. أما عندما يحدث تغير للمادة أو مجموعة من المواد ويؤدي تغييرها إلى تكوين مادة جديدة، يسمى هذا التغير بالتغير التفاعل الكيميائي. الفرق بين التغير الكيميائي والتغير الفيزيائي أن التغير الفيزيائي لا ينتج مادة جديدة تختلف عن المادة الأصلية بخواصها، بينما التغير الكيميائي يكون مادة جديدة تختلف عن المواد الأولية الداخلة في التفاعل. ومثال على ذلك هو التغير بالتفاعل الكيميائي. تسمى المواد الداخلة في التفاعل وقبل تعرضها للتغيير بالمواد المتفاعلة. المواد المتفاعلة هي المواد الداخلة في التفاعل وقبل تعرضها للتغيير. التفاعل الكيميائي، هنا تعريف، التفاعل الكيميائي هو تغيير في ترتيب ارتباط ذرات المواد المتفاعلة نتيجة تكسر الروابط بين ذراتها، فتنتج مواد جديدة تختلف عن المواد المتفاعلة في صفاتها الفيزيائية وخواصها الكيميائية، تسمى بالمواد الناتجة. إذن هنا يجب أن نبين نقطتين في غاية الأهمية. التفاعل الكيميائي يعتبر تغير كيميائي. لماذا؟ لأنه ينتج عنه مواد جديدة تختلف عن المواد الأولية الأصلية الداخلة في التفاعل. التفاعل الكيميائي فيه نوعين من المواد، مواد متفاعلة ومواد ناتجة. المواد المتفاعلة هي المواد الأولية الداخلة في التفاعل وتسمى بالمواد الداخلة في التفاعل وقبل تعرضها للتغيير. النوع الثاني من المواد هي المواد الناتجة، وهي المواد التي تنتج عن التغير الحاصل في المواد المتفاعلة.
أي المادة الجديدة التي نتجت عن التفاعل الكيميائي. إن البيئة التي نعيش فيها مليئة بالتفاعلات الكيميائية. البيئة التي أعيش فيها مليئة بالتفاعلات الكيميائية. فتشاهد مثلا الأمثلة عن التفاعلات الكيميائية كثيرة. مثلا صدأ الحديد. صدأ الحديد يعتبر تفاعلا كيميائيا، تغيرا كيميائيا. لماذا؟ لأنه أنتج مادة جديدة تختلف عن المادة الأصلية وهي الحديد. تعفن الخبز يعتبر تغيرا كيميائيا. احتراق الخشب وغيرها من التفاعلات التي تحدث للمادة هذه هي أمثلة على التفاعلات الكيميائية. سؤال: ماذا يحصل خلال التفاعل الكيميائي؟ يتم التفاعل الكيميائي نتيجة إعادة ترتيب ارتباط ذرات المواد المتفاعلة. هذه نقطة في غاية الأهمية. كيف يتكون التفاعل الكيميائي؟ بينا سابقا أن التفاعل الكيميائي له نوعين من المواد: مادة متفاعلة، مواد المتفاعلة، ومادة ناتجة، المواد الجديدة. المادة المتفاعلة نستطيع أن نطلق عليها بالمادة الأولية. كيف يتكون التفاعل الكيميائي؟ عندما يحدث تغيير أو ترتيب في إعادة ترتيب ارتباط ذرات المواد المتفاعلة في بنية مختلفة، فالذرات نفسها التي تشترك بالتفاعل سوف ترتبط بشكل آخر بعد التفاعل. يتكون غاز الطبخ من ذرات الكربون المرتبطة مع الهيدروجين. يتكون من ذرات الكربون المرتبطة مع الهيدروجين. وعند احتراق غاز الطبخ الآن سنمثل الكربون والهيدروجين بالمواد المتفاعلة، المواد الأولية. عند احتراقه هو عامل مساعد، عند احتراقه غاز الطبخ اللي متكون من ذرات الكربون والهيدروجين تنفصل، أي تنكسر الروابط بين ذرات الكربون، تنفصل ذرات الكربون عن ذرات الهيدروجين وترتبط كل منهما مع ذرة الأكسجين الناتجة من الاحتراق. إذن هنا أبين نقطة في غاية الأهمية، أن الكربون والهيدروجين هو مادة متفاعلة، والأكسجين عندما ارتبط مع ذرة الهيدروجين والكربون تكون لدي مادة ناتجة جديدة تختلف عن المادة الأصلية، فيتكون مركبان جديدان هما غاز ثنائي أكسيد الكربون والماء. ويتكون غاز ثنائي أكسيد الكربون بدوره من ذرات الكربون المرتبطة مع ذرات الأكسجين، أما الماء فيتكون من ذرات الهيدروجين المرتبطة مع هنا سؤال: سمي المواد التي تشترك في التفاعل الكيميائي والتي تنتج عنه. ماذا نسمي المواد التي تشترك في التفاعل الكيميائي والتي تنتج منه؟ المواد اللي تشترك في التفاعل الكيميائي أسميها بالمواد المتفاعلة. أحسنتم، المواد المتفاعلة، والمادة التي تنتج عنها بالمواد الناتجة. سؤال: ما أنواع التفاعلات الكيميائية؟ تعد هنا أمثلة أخرى عن التفاعلات الكيميائية. تعد عملية هضم الطعام الذي نتناوله يوميا أحد أهم التفاعلات الكيميائية. الطعام الذي أتناوله يوميا هو أحد أنواع التفاعلات الكيميائية، حيث يتحول بعضها إلى سكريات تنتج عنها طاقة مهمة للعمليات الحيوية. إذن هنا عملية الهضم الطعام هو يعتبر من أهم التفاعلات الكيميائية. قد يأتي سؤال: ما هي أهم التفاعلات الكيميائية؟ هي هضم الطعام. كيف، لماذا يعتبر من التفاعلات الكيميائية هضم الطعام؟ لأنه يتحول به الطعام إلى سكريات وينتج عنه طاقة مهمة للعمليات الحيوية التي يقوم بها جسم الإنسان. كذلك يعد تخثر الدم، هذا نوع آخر من عمليات التفاعلات الكيميائية، ألا وهو تخثر الدم على سطح الجروح، هو يعتبر أيضا من التفاعلات الكيميائية. وعملية البناء الضوئي التي تحدث للنباتات أيضا تعتبر تفاعلات كيميائية. إذن اذكر معي عملية الهضم وتخثر الدم وعملية البناء الضوئي هي أحد الأمثلة على التفاعلات الكيميائية المختلفة الموجودة في حياتنا اليومية. تصنف التفاعلات الكيميائية، هنا نقطة في غاية الأهمية. سؤال: ما أنواع التفاعلات الكيميائية؟ أو تصنف التفاعلات الكيميائية أنواع عدة. أولا تفاعل احتراق، ثانيا تفاعل اتحاد، ثالثا تفاعل تفكك. من اسمه تفاعل احتراق، ماذا نقصد به؟ تفاعل كيميائي بين أكسجين الهواء، هنا نقطة في غاية أهمية، بين أكسجين الهواء والمواد، المواد بأنواعها
عناصر أو مركبات، ينتج عنه أكسيد العنصر ومواد أخرى مثل عملية احتراق الفحم الكربون الذي يكون غاز ثنائي أكسيد الكربون. إذن تفاعل الاحتراق هو التفاعل الناتج بين المواد المتفاعلة، ألا وهي أكسجين الهواء والمواد. هذه المواد باختلافها بأنواعها مثل الكربون، ينتج المواد الناتجة عن التفاعل هو أكسيد العنصر ومواد أخرى مثل عملية احتراق الفحم. هنا مثال على التفاعل الاحتراق هو تفاعل الفحم مع الأكسجين بوجود الحرارة أو الاحتراق، يعطي غاز ثنائي أكسيد الكربون. هذا تفاعل احتراق. التفاعل الاتحاد أو التكوين، له تسمية أخرى التكوين، تفاعل الاتحاد أو تفاعل التكوين هو تفاعل كيميائي بين مادتين أو أكثر لتكوين مادة واحدة. هو التفاعل بين مادتين أو أكثر يكون مادة واحدة، مثل اتحاد الكبريت والحديد راح يكون لي كبريتيد الحديد. أي إن مادتين، أي إن المواد المتفاعلة هنا متكونة من مادتين، بينما المواد الناتجة متكونة من ماذا؟ من مادة واحدة، مثل تفاعل الكبريت مع كبريت مع الحديد يعطيني كبريتيد الحديد. ثالثا تفاعل التفكك عكس تفاعل الاتحاد. هنا يجب أن نبين نقطة مهمة جدا، تفاعل التفكك أو التحلل، له تسمية أخرى التحلل، هو عكس تفاعل الاتحاد، تفاعل كيميائي يمثل عكس عملية الاتحاد، حيث يتم تحليل أو تفكك مادة واحدة، أي أن المادة المتفاعلة هي مادة واحدة، إلى مادتين أو أكثر. المادة الناتجة ماذا؟ مادتين أو أكثر، مثل تحلل الماء كهربائيا إلى غاز الأكسجين والهيدروجين. سؤال: ما أهمية التفاعلات الكيميائية؟ لماذا أدرس التفاعلات الكيميائية؟ ما أهميتها؟ تعد دراستنا للتفاعلات الكيميائية وكيفية حدوثها والمواد التي تشترك فيها أو تنتج عنها لها أهمية بالغة. عندما أعرف المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في العمليات التفاعلات الكيميائية في أغلب الصناعات، إذن لها أهمية كبيرة في أغلب الصناعات، كصناعة الأدوية، الألبان، الإسمنت، الزجاج، السكر، البلاستيك والإطارات. عندما أعرف التفاعل الكيميائي أستطيع أن أصنع أدوية، أستطيع أن أصنع أو أنتج الألبان، الإسمنت، الزجاج، السكر، البلاستيك والإطارات وغيرها من المواد. أي تفاعل كيميائي يعتمد إجراء التفاعل الكيميائي بين المواد المتفاعلة لتنتج عنها مواد جديدة تحتاجها في حياتنا اليومية. فعندما عرفتنا للمواد المتفاعلة التي تشترك، عندما أعرف المواد المتفاعلة التي تشترك في أحدى هذه الصناعات والمواد التي تنتج عنها، كذلك العوامل التي تساعد على حدوثها، نتمكن من خلال ذلك تحسين أولا صناعة المنتوج وإسراع طريقة إنتاجه والمساهمة في زيادة كمية الإنتاج ورخص المادة المنتجة. هنا سؤال مهم جدا، عدد بعض الصناعات التي تعتمد على إجراء التفاعل الكيميائي، مثل صناعات كصناعة الأدوية، الألبان، الإسمنت، الزجاج، السكر، البلاستيك والإطارات وغيرها من المواضيع أو الأمور المهمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لإصغائكم، معاكم كان الأستاذ محمد أرزاق، مدرسة سيد الماء. دمتم في خير الله وأمانه.